التمرد واعلنا التمرد مكتوب على عالمنا رجاءً الأساتذة نديرو 3-3 نديرو التعاقد ونعاودو التعاقد
ومن خلالها صناع القرار البئيس الذي يخلف وراءه المآسي التي يروح ضحيتها الأساتذة الذين يناضلون من داخل الأقسام وخارجها. تحية لشهيد القضية عبد الله حجيلي الذي ذهب وراح وهو يناضل معنا في ساحة المعركة التي كنا نطالب من خلالها بإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم وبإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وبحفظ كرامة المدرس الذي يضحي وتضحيته لا يفهمها المسؤول ذوي العقلية الرجعية. إذن هذا الشكل النضالي الراقي الذي نظم بالتنسيق بين المكتب الإقليمي للتنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، شكل ناجح عبر عنه الأساتذة بوعي تام عن موقفهم من هذه السياسات الرجعية. إذن هذا الشكل الذي نظم كما قلنا بتنسيق بين إطارين يناضلان في الساحة وإطارين معروفان بمواقفهما الثابتة. إذا الآن نقدم الكلمة للكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الأستاذ شفيق العبودي، فليتفضل مشكور. المناضلة الحاضرة في هذا الشكل النضالي الرائع والناجح بكل المقاييس، رغم التكالبات، رغم التضييقات، رغم التشويش، رغم كل الذين حاولوا جاهدين نسفه بأشكال مختلفة، إلا أنه نجح بصمود وبعزيمة الحرائر والأحرار. لهذه المناسبة نريد أولاً قبل أن نتحدث عن السياق وعن الهدف من هذا الشكل أن نحيي أولاً شهداء القضية وعلى رأسهم عبد الله حجيلي، وقبلهم شهداء من الأساتذة وعلى رأسهم سعيدة الشهيدة سعيدة المنبهي التي لن ولم ننساها أبدا، شهيدة الجامعة الوطنية للتعليم، شهيدة الحركة الأساتذية أو الأستاذية. كذلك نتضامن ونعلن تضامننا مع كل القابعين حاليا في سجون الذل والعار من كل مناضلين الأحرار، كل حركات، كل مناضلين الذين زج بهم لا لشيء سوى لأنهم طالبوا بمغرب أجمل وبحقوق ينص عليها للأسف الشديد دستور هذه البلاد. كذلك لا يفوتنا إلا أن نتضامن وندين المتابعات القضائية في حق العديد من الأستاذات والأساتذة وعلى رأسهم أستاذات وأساتذة المفروض عليهم التعاقد. كذلك في هذه المناسبة نشيد بحرارة على كل الذين لبوا وانخرطوا في الإضراب البطولي الذي دعت له التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذلك الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لا سواء واحد جوج ثلاثة دجنبر ولا هذا اليوم 2 دجنبر الذي دعت من خلاله الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي انسجاما ومبادئها التي تدعم وتتضامن مع كل فئات المظلومة وكل فئات التي تناضل من أجل حقوقها المشروعة وعلى رأسهم طبعا التنسيقية المكافحة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. كذلك نشيد ونشد على أيدي كل أستاذات والأساتذة بإقليم العرائش الذين انخرطوا بشكل مبدئي وبشكل عفوي بهذا الإضراب وفي هذه ولبوا النداء للحضور في هذه الوقفة الاحتجاجية هذا الصباح. طبعا هناك 1000 سبب لكي نضرب، وليس هناك أدنى سبب لكي لا نضرب ولا نحتج. فكل ما إذا أردنا أن نعد ملف المطلبية أو الهجومات أو حجم الهجومات التي تكال ضد نساء ورجال التعليم بغض النظر عن فئاتهم، فنحن نتحدث دائما عن نساء ورجال التعليم كجسم واحد، لا ننظر إلى هذه الفئات إلا من باب تفاوت في الحقوق وتفاوت في المكتسبات ليس إلا، والمسؤول عنها في نهاية المطاف هي هذه الدولة التي شيئت أو شاءت
أن تبلقن الوضع التعليمي وتبلقن حركات الاحتجاجية داخل المغرب لكي لا تتوحد. وهدفنا نحن في نهاية المطاف وهذه الخطوة تأتي في هذا السياق وحدة نساء ورجال التعليم مهما كانت فئاتهم ومهما كانت مطالبهم ومهما كانت وضعياتهم. لذلك في البيان الوطني الذي صدر عن المكتب الوطني يدعو للاستجابة لجميع مطالب كل فئات من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد إلى آخر المستبرزين إلى الفئات الأخيرة الأقل عدداً فيها، مروراً بالحامل الشهادات والمقصيين من خارج السلم والعرضيون وكذلك ضحايا النظامين والعديد وكل فئات التي لا يمكن أن نذكرها بشكل كامل أو لا نستحضرها حالياً، ولكن كل فئات المظلومة في الجسم التعليمي. الهجوم الذي تشنه الدولة خاصة على نساء ورجال التعليم والموظفين بشكل عام والذي استغلت من خلاله جائحة كورونا 19 أو كوفيد 19 والذي لم ينتهي بعد، فنحن مقبلون ابتداء من سنة 2021 مع يناير مع ضريبة جديدة تسمى بالضريبة التضامنية 150 درهم لكل موظف، يقولون طبعا ابتداء من 10,000 درهم، ولكن تأكدوا بأن هذه الضريبة ستفرض على الجميع بشكل أو بآخر. دفع إلى ذلك الوضع الذي صار مخزي، حماية نساء ورجال التعليم في الأقسام وفي المؤسسات التي يشتغلون فيها في ظل كوفيد ليس هناك أدنى حماية، حتى الذين يصابون يعانون في صمت، ليس هناك حتى التفاتة إنسانية لهؤلاء الذين يعانون ومعهم أسرهم. الواقع الذي نشتغل داخله أصبح بئيس جدا، وبالتالي هذه ليست فقط سبب لكي نناضل ولكي نحتج ولكي نضرب، بل هناك ألف سبب كما قلت لكي نحتج ونضرب ونناضل ولا نصمت. فالإضراب كما قلنا ونقول هو دليل على أن هناك روحا ممانعة لا زالت تسري في أجسادنا، لم نطع أو لم نطع بعد ولم نستسلم بعد، وسنناضل وسنناضل ثم سنناضل حتى آخر رمق من حياتنا. هذا خيارنا، هذه قناعتنا، هذا هو دربنا، وهذا هو مبدأنا، ولا خيار لنا إلا أن نناضل. والنضال يجب أن يكون مبنيا على شعار نكون أو نكون، ليس هناك حتى أن لا نكون، يجب أن نكون، يجب أن ننتصر في معركتنا هذه والتي أعتبرها أنا معركة الجميع، معركة الشعب المغربي. صحيح أن التعاقد هو قضية سياسية قبل أن تكون قضية نقابية، وقضية سياسية يجب أن نستوعبها، ولكن النضال والانخراط في هذه الحركات الاحتجاجية والبطولية التي يخوضها الشرفاء والشريفات هي على الأقل لإبقاء الملف حياً لقول للشعب المغربي والرأي العام العالمي والوطني على أن هناك أناس يرفضون هذا التعاقد المخزي، هذا التعاقد المدل، هذا التعاقد المهين لكرامة الأستاذ والأستاذة. أما أن ننساق وراء الأمر الواقع الذي يراد أن يفرض علينا فمعناه أننا استسلمنا، والاستسلام يجب أن لا يكون في عقيدتنا التي يجب أن تبنى على أساس الكفاح والنضال والتضحية ثم التضحية حتى آخر لحظة. صحيح نعيش لحظة الجزر، صحيح نعيش لحظة التراجع، صحيح نعيش لحظة مخزية والكل يتكالب وهناك مؤامرات من كل الجهات، ولكن مع ذلك هنا أعتقد أنها لحظة التي سيظهر المعدن الأصيل من المعادن المزورة، هنا لحظة فارقة. وأعتقد أنه كلما كان التكالب وكلما كانت الهجومات على نساء ورجال التعليم إلا واتضح لهم بالملموس من الذي يدافع عن حقه، من الذي يقف إلى جانبه، من الذي يناضل قلبا وقالبا ميدانا وقولا والبلاغات معهم إلى على أرض الواقع. أما البلاغات وتدبيجها وصياغتها فالكل يعرف تنميق وتزويق الخطاب، الكل يعرف من نساء ورجال التعليم تنميق وتزويق الخطاب، ولكن عند الواقع الذي نقول بأن الواقع وسخرته تكسر عليها كل القناعات وتبقى القناعات الصلبة وتبقى القناعات الحقيقية ويبقى الأحرار إلى جنب الأحرار. فمعركة موحدة فوق معركة موحدة بين جميع نساء ورجال التعليم بغض النظر عن انتماءاتهم وتنسيقياتهم وفئاتهم، بغض النظر عن مستوياتهم وبغض النظر عن وضعياتهم، يجب أن تكون هناك معركة موحدة لإيقاف هذا المسلسل من التراجعات،
إذن بهذه المناسبة نحييكم ونحييكن بحرارة ونشد على أيديكن وأيديكم بحرارة ونرفع لكم شارة النصر وشارة الانتصار والصمود وندعوكم إلى المزيد من التضامن، إلى المزيد من التعبئة، إلى المزيد من الوعي، الوعي الجمعي، الوعي الذي به يمكن أن نبلور شكل من أشكال التضامن وشكل من أشكال النضال في المستقبل. فلا خيار أمامنا إلا أن نستمر في نضالنا من أجل تحقيق كل المكاسب. فدمتم ودمتن للنضال أوفياء. معارك النضالية البطولية. إذا الآن نعطي الكلمة للمنسق الإقليمي التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالعرائش الأستاذ عبد الملك البودالي، فليتفضل. القضية الذي اغتالته القوى القمعية في معتصم الرباط، لازلنا إلى حد الآن كتنسيقية نطالب ونقولها ونكررها بمكامن دواعي مقتل هذا الشهيد، تحية مجد وخلود إلى جميع من ينبض في ضميره بأن المخطط التعاقد مخطط مشؤوم جاء لغاية واحدة، هو إقبار وتدمير وخوصصة المدرسة العمومية. تحية عالية إلى الإطارات النقابية، وأخص بالذكر FNE المكتب الإقليمي على الدعوة، ونتمم بدورنا كمكتب إقليمي هذه الدعوة للتنسيق المشترك. بدورنا نقول بصوت عالي بأن باب المكتب التنسيقية الوطنية مفتوح لجميع الإطارات النقابية، للهيئات الحقوقية، وأننا نتمم أي مبادرة تسعى جاهدة إلى التضامن مع قضيتنا المشروعة. ونعلي كذلك بأن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إطار مستقل لا غير، إطار مستقل، هدفنا واحد ومنشود، هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد. وكما يعرف الجميع أنه يأتي هذا الشكل النضالي أمام المديرية الإقليمية العرائش تنزيلا للبيان الوطني وإتمامه بإضراب، بخوض إضراب وطني أيام واحد واثنان وثلاثة من جنبير. ولا بأس أن نذكر القواعد الأستاذية بأن فحوى ومضمون هذا البيان الوطني يتجلى في تجميد جميع الأنشطة التطوعية وجميع أنشطة الحياة المدرسية وجميع اللقاءات التكوينية للمفتشين، وليس الزيارات الصفية. نتحدث عن التكوينات المفتشين وليس الزيارات الصفية. ثم الانسحاب الفوري من جميع المؤسسات إذا كان أمزازي يتغنى بأنه لم يعد هناك تعاقد، فإننا بدورنا كتنسيقية نقول لم يعد للأستاذ دور للانخراط في الأنشطة التطوعية، كفى من التطوع، من مهام الأستاذ التدريس فقط وليس الانخراط في جميع الأنشطة التطوعية. احنا سالينا مع التعاقد، احنا تنقولوا سالينا مع الأنشطة التطوعية، سالينا مع لا بغيتوا سيروا شيبوها من القهاوي والمقاهي، سيروا قلبوا عليهم راه كاين المجازين تما. ثانيا اقولها واكررها، كنا ننتظر من المدير الاقليمي
أن يسمع صوتنا الحر، صوتنا من أجل إجابة عليه. كنا ننتظر من من المدير الإقليمي أن يسمع هذه الأصوات الحرة، فإذا به يتسلل هاربا. هكذا نتعامل مع الأصوات الشغيلة التربوية، هكذا نتعامل مع المناضلين. ثانيا، لابد ونقولها ونكررها، لابد من تفعيل لجنة التواصل واللجنة القانونية والتواصل للمديرية الإقليمية. أستاذ زريوح ننتظر، والشغيلة التربوية والمكتب الإقليمي ننتظر منه إشعار أو منحهم إشعار بالاقتطاعات، لأن هذه الاقتطاعات الجزافية لا نعرف مضمونها، لا نعرف أحواها، لا نعرف أسباب ودواعي هذه الاقتطاعات الجزافية. ننتظر كمكتب إقليمي، ننتظر فحوى ومضامين تلك الاقتطاعات. ثانيا، بأن هذا الشكل النضالي الوطني ما هو إلا دفاع وتحصين على المنسقين، لأن هناك تضييق على المنسقين، ولعل الدليل خير دليل أستاذي الدين رشيد عضو المكتب الإقليمي لصفرو وعضو اللجنة القانونية. هناك تضييقات مخزنية، بدورنا أننا مستعدون كل الاستعداد لخوض معارك نضالية تصعيدية وأشكال نضالية تصعيدية ضد أي كان، ضد القوى المخزنية التي تستهدف بالدرجة الأولى منسقين. نقول لا لتكميم الأفواه الحرة، لا للتضييق على المنسقين. وكذلك الأستاذ حمزة خوري الذي تم استدعاه من طرف الدرك الملكي، منسق إزقان يتملون، نقول بصوت آخر أننا كلنا منسقون، وهذه الاقتطاعات الجزافية الآن لا يعقل ولا يمكن أن نتحدث عن الإدارة التي تسعى إلى التواصل، خلق تواصل ما بين الشغيلة التعليمية، ونرى التجاهل الواضح. طالبنا اليوم هي الوقفة الثالثة أمام المديرية، ولم نتوصل بعد بمضامين وفحوى تلك الاقتطاعات الجزافية. فلتتحمل المديرية الإقليمية كامل مسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع، وقادرين على خوض يعني أشكال تصعيدية في حالة تمادي في الاقتطاعات. كما نقول بأننا اليوم كمكتب إقليمي لكل إطارة رقابية، أعلننا التمرد ورفضنا التعاقد. خط التعاقد المشؤوم وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية، إدانتنا للاقتطاعات الجزافية التي تطال رواتب الشغيلة التعليمية، مطالبتنا وزارة الوصية بحل فوري لقضيتنا المشروعة، لأن قضيتنا على الأبواب. ونقول بأنه القرار سياسي، قرار قضيتنا قرار سياسي بالدرجة الأولى. كذلك نقول إدانتنا لكل التضييقات على منسقي ومنسقات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. مطالبتنا وتضامننا مع جميع الحركات الشغيلة التربوية
ابتداء من حملة الشواهد وكذلك زاسدة الزلزال، نقول أننا كتنسيقية نعلن معكم التضامن، لأن مصيرنا مصيركم. ثم نقول في الأخير ونعلن لجميع الإطارات النقابية الإقليمية بأن باب المكتب الإقليمي مفتوح لجميع الإطارات النقابية. نؤمن بالتواصل ونتمم جميع المبادرات، وكذلك لجميع المجهودات، وأننا نؤمن بالتواصل، نؤمن بالحوار من أجل الدفاع على قضايا والمشاكل الشغيل التعليمية. نعلن كذلك مطالبتنا المديرية الإقليمية بتسويب كافة الأساتذة داخل الإقليم بفحوى ومضامين، أقولها بفحوى ومضامين الاقتطاعات الجزافية. ننتظر من المديرية الإقليمية أن تنشر إشعار، يعني قبل الاقتطاعات لابد أن نتوصل كأساتذة بإشعار. وللأسف الشديد تكون هناك اقتطاعات جزافية بدون إخبار وبدون إشعار، فنحمل المسؤولية للمديرية على هذا التماطل. وعاشت التنسيقية مناضلة صامدة ومستقلة.